بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ ما هي حكاية المرة السابقة؟ نعم، ظهر اليعسوب والعنكبوت، واليوم ستكون الحكاية ممتعة جدا، ألا تتطلعون بشدة لسماعها؟ هل ننطلق مباشرة في رحلتنا؟ جاء الصباح وبجانب بحيرة صافية، أصدقائي يحبون البحيرة والسماء الواسعة. قالت الفراشة: حلمي أن أطير بعلو السماء. وقال اليعسوب: وأنا أيضا. وقالت النحلة أيضا: حلمي أنا والخنفساء المنقطة أن نجد الأزهار ذات الروائح الفواحة. وقال العنكبوت: حلمي أن أسكن في مكان مناسب لشد خيوط العنكبوت بشكل ممتاز. صحيح، اليوم سنرسم شاطئ البحيرة. هنا شاطئ البحيرة وهنا العشب. سنبدأ أولاً برسم العشب. ثم نرسم بعض الصخور. ورسمنا هكذا المعبر الصخري فوق البحيرة. ثم نرسم الموجات المائية هكذا. وبعد ذلك سنرسم بالألوان المائية.
نلون بالفرشاة شكل الأعشاب التي تنمو. وفي الخلف نلون بصورة فاتحة أكثر. بعد ذلك هكذا نخلط اللون السماوي مع الأزرق الغامق. عند التلوين بالألوان المائية فوق ألوان الشمع أو أقلام التلوين في أنها تبقى كما هي، ولكن عند التلوين بالألوان المائية فوق ألوان الفلوماستر فإنها تنتشر هكذا بشكل جميل. ما رأيكم بتلوين السماء بلون برتقالي بشكل خفيف؟ وبعد ذلك يمكننا تلوين الصخور ويمكن عدم تلوينها، ولكن هيا نحاول تلوينها.
يا أصدقائي، هكذا انتهينا. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ قال كل صديق من أصدقائنا الحشرات حلمه. أنا أتساءل عن أحلامكم يا أصدقائي، وأريد أن أعرفها. الحلم شيء جميل جداً، مهما كان صغيراً أو كبيراً، وأنا سأشجع أحلامكم دائماً. هيا نلتقي في المحاضرة القادمة، وإلى اللقاء.